حاجة تدمر طفولتها الجزء 49. في نهاية شركة المرعبين المحدودة المفترض ان شارب سلوفان كان سبه وقفل الباب وبعدها اختفى. الفكرة بقى ان بو ما تقبلتش الموضوع وفضلت بعدها تحاول تدور على شلبي، وقررت لما تكبر تستعمل قوة السحرية اللي كان بيستعملها المخوفتية في الانتقال بين عالم المخوفتية والبشر. لكن اللي حصل ان اثناء ما هي بتستخدم الباب تاهت، ولكنها ما تاهتش بس في المكان الغلط، دي كمان تاهت في الزمن الغلط وراحت لزمن بريف. في بقى نظرية مرعبة بتقول ان بو هي نفسها السحرية اللي كانت في فيلم بريف اللي تسببت في النمار اتحولت لدب. لو انت جيت تبص عند السحرية ديت هتلاقي مجسم مرسوم عليه شلبي سلوفان، والدليل التاني ان السحرية لما كانت بتخش في اي باب بمجرد ما بتعدي منه بتختفي بنفس الطريقة اللي كان بيختفي بيها المخوفتية. واللي يحزن اكتر ان هي بعد كل العمر دوت برضه ما لقتش شلبي. حاجة تدمر طفولتها الجزء 50. انت سألت نفسك قبل كده هو ازاي مستر سلطع يبقى سلطعون وبنت لؤلؤة تبقى حوت؟ في بقى نظرية مرعبة بتقول ان المكون الاساسي لسلطع برجر مش هو لحم السلطعون ولا حاجة، ولكنه لحم الحيتان، تحديدا الحوت ام لؤلؤة. اللي حصل ان مستر سلطع قتل الحوت ام لؤلؤة واخد اللحمة الكتيرة جدا بتاعتها وعمل منها برجر سلطع، وده يفسر ليه في خزنة عملاقة جوه مقرمشات سلطع موجود فيها عدد كبير جدا من البرجر، وليه على طول سبونج بوب شغال بيعمل برجر حتى لو مفيش زباين. ده عشان مستر سلطع بياخد اللحمة وبيحتفظ بيها، لكن اكيد اللحمة دي هيجي لها يوم وهتخلص. ومستر سلطع احنا عارفين ان هو بخيل جدا والجني بيطلع من جيبه مربي دقنه، فاللي حصل ان هو مربي لؤلؤة عشان يكبرها ولما تكبر يقتلها وياخد لحمتها. وده بيفسر هو ليه في المسلسل ما بيرفضلاش اي طلب برغم البخل الشديد بتاعه، حرفيا بيجيب لها كل حاجه، بيديها اي فلوس هي محتاجاها. وفي ناس فسرت الموضوع دوت بان انتوا عارفين لما بيجيبوا البقره مثلا وبيسمعوها موسيقى ويعملوها معامله حلوه عشان معتقدين ان ده بيتسبب في ان لحمتها بيكون طعمها احلى، ده بالظبط اللي مستر سلطع بيعمله معاها، بيدلعها اخر دلع عشان لحمتها لما الناس تيجي تاكلها يبقى طعمها حلو. حاجة تدمر طفولتها الجزء 51. في فيلم زي انكريدبلز الجزء الاول صبح البدله بتاعته اتقطعت، فاضطر ان هو يروح لادما اللي هي كانت المصممه اللي بتعمل الازياء بتاعه الابطال الخارقين وطلب منها انها تصلح له البدله. لكن ادما عرضت عليه انها تعمل له بدله جديده، ولما طلب منها تحط في البدله الجديده عبايه من ورا رفضت وقالت له بلاش، وحكت له بقى ان في بطله اسمها مسحاب لما كانت طايره في الجو العبايه بتاعتها اتشفطت جوه موتور الطياره وماتت، ونفس الكلام حصل مع البطل اللي اسمه الدينامو لما الاسانسير شده، والبطل اللي اسمه بحراوي في اعصار شد جواه موته. بعدين بقى بنكتشف ان هي كمان صممت البدله بتاعه الصديق اللي هو الشرير الاساسي في الفيلم اللي قتل كل طول. ولكن ادما عملت له البدله بتاعته بعبايه من ورا، ودي اللي تسببت ان في اخر الفيلم صديق اتسحب جوه موتور الطياره بتاعته وانفجرت فيه ومات. وهنا بقى كانت النظريه ان ادما من البدايه كانت مخططه لكل حاجه وهي البطله الحقيقيه في الفيلم.